وقع ثقافة الاعتراف كيف يكون على الشخص. فسألت الأستاذ، ومن حظك أنك أستاذ، الأساتذة لهم حظ أو حصة الأسد، لأن اعترافنا كنا لأساتذتنا اللي علمونا. لكن إذا سمحتي لي الأستاذة فرحانة، كذلك الجميل هو درجاته مثلا، والاعتراف بالجميل هو الدرجة ديالو تختلف. مثلا أنا أزاول المهنة ديال التدريس كما أنا أزاول مهنة أخرى في مجال القانون. تشعر على أنه طبيعة الحال عندما ينصف أحد الأشخاص وتلتقيه ويشكرك أمام أسرته أمام أصدقائه على أنك بطبيعة الحال والحق كان بجانبه، فتشعر كذلك بواحد الامتنان على أنك أديت الواجب، وعلى أنك أسعدت شخصا ما وأسرة ما. فأعتقد على أن هذا شعور في واحد النوع من الارتياح، وتجعل المرء على أنه كما سبق وقلت بالفعل هو دينامو يدفع المرء على المزيد من العطاء ومن البذل. الاعتراف يجب أن يكون أثناء مزاولة العمل، ماشي حتى يتوفى الشخص. صحيح صحيح. وهذا الأمر أيضا الأستاذ صلاح الدين سابق أكيد أنك عشته، لن أكون متحدثة باسمك، لكن يعني أترك لك المجال لتعطينا يعني تجربتك من مسار مهني طويل في المقاولات والشركات مع ثقافة الاعتراف. تفضل أستاذ صلاح. أنا نحاول نبين واحد القضية. قبل ما نكون مدير موارد البشرية كنت كنسير معهد عالي للتدير جنوب المغرب. ممتاز. وهنا كان عندي طلبة أكثر، ولحد الآن أكتيالموم اللي كنتلاقى مع شي شاب وكيقول لي كيعترف لي بأن الحوايج اللي تعرف معايا وهذا وطريقة الاشتغال معايا إتسيترا، هنا كتعطيني واحد النشوة واحد الفرح ما كيتصورش. وأبري ملي وليت في الموارد البشرية كيكونوا معنا في الفريق، كيكونوا معايا الناس اللي كيخدموا معايا وكيتعلموا بزاف الحوايج في المقاوله، وملي كنتلاقاو معهم ملي كيقول لك استاذ انا تعلمت منك هذه وهنا كتعاوني في الحياه ديالي وهنا درت منك هذه التجربه وعقلتي، كاين شي حوايج اللي كتنساهم نتايا ودرتي تجارب اللي نسيتيهم كاع، وكتلاقى مع شخص اللي كيقول لك بان فريمون هذه القضيه اللي تعلمت منك راني الان باقي كنستعملها وانا استاذ كنتذكر هذه كيتذكروا بالتفاصيل هذه الاحداث وهذه، وهذه هي احسن اعتراف. اخر كونتر باش نهضر على الشركات كتدخل كما قال الاستاذ، الاعتراف خصو يكون ملي كتكون داخل في الشركه، وهنا كيكون قليل مالوغوزمون، لان ملي كتدخل الشركه كتدخل كتخرج استقاله ولا كيتفاهموا معاك ولا شي حاجه، لا بري ما كاينش هذا الاعتراف اللي خصو يكون بان هذا الشخص راه بفضلو دارت هذه وتصوبت هذه ودارت هذا، صافي كتنسى. وهذه سي دوماج. وفي الثقافه ملي كنكونوا في العمل احنا هنا كاين خصنا تكون عندنا هذاك الاعتراف اللي قليل قليل، والاعتراف عند 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 عند, عند المقاولات كبعض المرات كيخطئوا كيقولوا هو الاجر ولا لوغمونطاسيون سالير، الزياده في الاجر ما عندهاش مفعول، كتعطي المفعول ديالها في اسبوعين ولا ثلاثه الاسابيع الاولى، مي ابري ما كتعطيش. من لا عطيتي الاعتراف الى شفتي شي واحد لا كارير ديالو وعطيتيه التكوين وتبعتيه وعطيتيه غير الليتر رساله ملي كتصوب شي حاجه وتقول ليه راني فخور بك بان صوبتي هذا وبفضل المجهودات ديالك المقاوله زادت القدام اكسيتيرا، هنا كيفرح وكيشد هذوك كيعقل عليهم وكيوريهم لي فامي ديالو ووريو لولادو ووريو لمراتو، وهذا هو احسن اعتراف اللي كدير. مثلا ملي كنديروا شي حوايج لي سامبل كنديروا مثلا لومبلوي دو موا الاجير ديال الشهر شنو هو المجهودات اللي دار وشنو هما الكرياتيفيتي الابداع اللي دار اكسيتيرا، هنا فين كتولي ما كيوليش كيولي كماتريكول في لونتربريز، ما كيوليش غير رقم ترتيبي في المقاوله، كيولي واحد كيحس براسو انسان وكيحس براسو بان فضل المجهودات ديالو كدير.